مرحبا بك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو، ومرحبا بك في قناتي مجتمع دوائك. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أكون جد سعيد بأن أقدم لك دواعي استعمال دواء ديباكين، وأهم التحذيرات واحتياطات الاستعمال وموانع استعمال هذا الدواء. فقبل أن أبدأ في هذا الفيديو، أدعوك عزيزي المشاهد للاشتراك في القناة، وذلك لكي يصلك كل جديد. ورجاء ادعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو، فهي تحفزني وتدعمني على عمل المزيد من الفيديوهات. فنحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. فدواعي استعمال ديباكين. فيستعمل عقار ديباكين لمعالجة والسيطرة على نوبة الصرع لدى أغلب المرضى المصابين بهذه الحالة. أيضا يستعمل عقار ديباكين في معالجة حالات الاكتئاب ثنائية القطب، لأن المصاب بهذه الحالة يعاني من نوبة هلاوس ويليها نوبة اكتئاب بصورة متتابعة، ويفيد الدواء في معالجة نوبات الهوس. أيضا يستعمل ديباكين في علاج الصداع النصفي والحد من تكرار النوبة، أي الصداع النفسي وليس للحد من شدة النوبة الموجودة بالفعل. أيضا قد يستعمل الدواء في بعض الحالات التعصب والعنف الذي يصيب الأطفال المصابين باضطرابات بسبب نقص الانتباه وزيادة النشاط. أيضا ديباكين أقراص من ضمن الأدوية المضادة للاختلاج. فكيفية أخذ أقراص ديباكين؟ فيتم أخذ أقراص ديباكين عبر الفم، ويفضل أخذها مع الأكل أو بعده، وذلك للحد من الغثيان والإحساس بعدم الراحة. أيضا يفضل أخذ الدواء في نفس الوقت من كل يوم. أيضا عادة ما يتم العلاج بجرعة منخفضة ثم تزيد مع الوقت لحين الوصول للجرعة الفعالة، ولا يتم تناول جرعات كبيرة فجأة، ولا يجب التوقف عن تناول الدواء فجأة. أيضا يجب استكمال العلاج حتى مع الشعور بتحسن أو اختفاء أعراض المرض أو النوبة. نجد بالنسبة لديباكين فهو يعني يأتي على هيئة أقراص، وأيضا نجد ديباكين شراب، وهو أيضا يستعمل لمعالجة نوبات الصرع والارتجاج التي تصيب الأطفال، وهو يعد من الأدوية المضادة للاختلاج، وينتمي لفئة الأدوية المعالجة للأمراض العصبية. أما بالنسبة ل طريقة إيقاف دواء ديباكين، فيجب الرجوع إلى الطبيب قبل التوقف عن الدواء واستشارته حتى لا تصاب بأعراض جانبية، لأن التوقف فجأة يعرضك للإصابة بأعراض انسحاب من ضمنها عدم القدرة على النوم ليلا، والاستيقاظ لمدة طويلة، والإحساس بغثيان أو صداع شديد، وزيادة شدة النوبات. فعادة ما ينصح الطبيب بالتوقف عن تناول الدواء بصورة تدريجية، وعادة ما تكون النوبات قد انتهت لفترة زمنية كافية كسنتين وحتى الخمس سنوات، وأشعة تخطيط المخ سليمة أو مقاربة للطبيعي، وبعد حساب الخطر الذي يمكن أن يتعرض له الشخص والانتكاسات، يقوم بوقفه في مدة لا تقل عن أسبوع. أما بالنسبة لأضرار دواء ديباكين، فقد يسبب الدواء بعض الأعراض الجانبية،
والتي يجب الرجوع للطبيب في حالة الإحساس بها. من ضمنها نجد ما يلي: الإحساس بالنعاس وعدم القدرة على التركيز. نجد أيضا آلام في الرأس، أيضا الرعشة واهتزاز الجسم بشكل لا يمكن التحكم فيه، أيضا ازدواجية الرؤية، أيضا الإصابة بإسهال، أيضا قد يسبب الدواء تغير في وزن الجسم، كما قد يحدث ألم في العمود الفقري، أيضا قد يصاب بعدم وضوح الرؤية، أيضا عدم الرغبة في تناول الطعام، أيضا عدم وجود يعني تآزر عصبي عضلي، أيضا مشاكل في الرؤية، أيضا الإحساس بطنين في الأذن، أيضا تساقط الشعر وتقلب الحالة المزاجية. فقد يصاب الشخص ببعض الأطار الجانبية التي تشكل الكثير من الخطورة عليه، وفي حالة الشعور بأي منها قم بالرجوع إلى طبيبك على الفور. ومن ضمن تلك الأعراض نجد الإصابة بطفح جلدي، نجد أيضا الرغبة في حك البشرة، نجد أيضا إحمرار الوجه والشفه، نجد عدم القدرة على الكلام بشكل سليم، ونجد عدم القدرة على التنفس أو بلع الطعام. أما بالنسبة لعقارد باكين والحمل، يمنع استعماله للحماية من الإصابة بنوبات الصداع النصفي أثناء الحمل بالنسبة لاستعماله للسيطرة على أعراض الصرع، فينتمي للفئة دي، وهو ما يعني وجود أضرار أثناء تجربة الدواء على أجنة الحيوانات، وهو ما يعرض الجنين للخطر، وغالبا لا يتم اللجوء لاستعماله إذا كانت فوائده أكبر من أضراره المحتملة. أما بالنسبة للرضاعة الطبيعية، فيعد استعماله أثناء الرضاعة الطبيعية من الأمور المقبولة إذا كان الغرض هو السيطرة على نوبات الصرع، لكن من المهم توخي الحيطة أو الحضر ومراقبة الطفل الرضيع وملاحظة ما إذا أصيب باليرقان أو أي أعراض غير طبيعية تشير لوجود ضرر في الكبد وإعلام الطبيب بما الاتخاذ اللازم. بالنسبة لموانع الاستخدام، فيمنع استعماله من قبل المصابين بتحسس لأي من مكونات الدواء أو المادة الفعالة الموجودة فيه. أيضا يحذر من استعمال الدواء من قبل المصابين بمشاكل في الكبد، كما يستعمل من قبل المصابين بالتهاب في البنكرياس. لا يستعمل الدواء أثناء الحمل خاصة في الشهور الأولى منه، فقد يسبب تشوهات في الأجنة. أيضا لا يستعمل في أثناء الرضاعة الطبيعية، فنتائج الأبحاث ليست معروفة ولا نعرف ما إذا كان من استعمال من قبل المرضعات أم لا. لهذا من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في استعمال الدواء ودراسة الفوائد والأضرار. أما بالنسبة لسعر الدواء، فدواء باكين متوفر في الصيدليات السعودية بسعر 22 ريال سعودي للعبوة الكاملة. نحب أن ننوه أن جميع المعلومات المرتبطة بالأدوية والوصفات والخلطات ليست بديلة عن زيارة الطبيب المختص. لا ننصح أبدا بتناول أي دواء أو وصفة دون الرجوع إلى الطبيب. كان أعزائي المشاهدين هذا هو فيديو اليوم. لا تنسى الإشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وذلك لكي تكون متأكدا من أنه سوف يصلك كل جديد. ورجاء إذا دعمني بالضغط على زر لايك لهذا الفيديو. حياكم الله.